النشرة الرياضية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. يحل حامل لقب دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ مساء اليوم ضيفا ثقيلا على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب الأولد ترافورد ضمن ذهاب دور الثمانية من المسابقة. ويسعى مانشستر يونايتد الذي يمر بحالة من عدم الثبات في المستوى للخروج بنتيجة إيجابية من أجل المنافسة على بطاقة العبور، فيما يمتلك العملاق البافاري كافة الإمكانيات لحسم البطاقة والذهاب بعيدا في المسابقة. تشهد الكرة الإسبانية العالمية مساء اليوم موعدا من الطراز الرفيع عندما يستقبل برشلونة ضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب الكامب نو ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويسعى كل طرف للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء من أجل الاستمرار في المنافسة على بطاقة التأهل، فضلا عن المنافسة القوية بين الطرفين في الدور الإسباني وهو ما ينعكس على إثارة اللقاء. في السياق ذاته لم يكمل المهاجم دييغو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة برشلونة، وبدت مشاركة اللاعب في لقاء اليوم محل شك، وانسحب كوستا قبل نهاية التدريب بسبب الآلام في ركبته اليسرى. أعلنت إدارة برشلونة أن فيكتور فالديس حارس مرمى الفريق سيبتعد عن الملاعب لسبعة أشهر بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له في ألمانيا لرأب القطع الذي أصاب الرباط الصليبي للركبة اليمنى. وبينت الإدارة أن اللاعب سيمكث ليومين أو ثلاثة في المركز الطبي قبل أن يبدأ في مرحلة التأهيل والتعافي. فشل إنتر ميلان في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، وتعادل مع مضيف ليفورنو بهدفين لمثلهما في المرحلة 31 من البطولة الإيطالية، ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس مقابل 25 نقطة لفريق ليفورنو في المركز 17. أخيرا حافظت الأمريكية سيرينا ويليامز على فارق صدارتها للتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وذلك بعد يومين من تغلبها على المصنفة الثانية الصينية لينا في نهائي بطولة ميامي للأساتذة، واحتلت لينا المركز الثاني بفارق كبير عن البولندية إنيسكا رادفينسكا صاحبة المركز الثالث. نهاية نشرة رياضية، تحية طيبة وإلى اللقاء. تأخذني حياتي إلى أماكن كثيرة، أحب أن أعيش الحياة في أفضل أحوالها، لكنني في الوقت ذاته أريد أن أبقى على اتصال والإحساس بالقرب من عائلتي ومن أصدقائي. لذا أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.